ثابت على عكس الفلاح والصعيدي البرقي الناس اقبالها بيكون دايما على البرقي على اساس لحمته حلوه والناس بتتقبلها ومذاقها بيكون كويس الحمد لله يعني. انا اسمي خالد حسن خليفه مدرس لغه عربيه. طبعا مشكله اللحمه دي اسعار مشكله يعني بتقرب كل بيت مصري لان الاسعار زادت زياده عاليه جدا جدا لازم تدخل الحكومة عشان تحد من هذه الزيادة، زيادة مجنونة يعني فعلا. احنا كنا بندبح زمان وما كناش بنحس بجنون السعر دوت. السنة دي في فرق جامد جدا عن كل سنة، فلازم فعلا تدخل حكومي عشان نوقف هذا الجنون. محامية